مباشرة من سنغافورة. أنا غنعيش هاد الفضيحة ديال الشركة المغلقة اللي مازالت مستثمرة بالساكنة مدينة سنغافورة. المدينة كلها غارقة في الأزبال، لأن العمال مازال متوصلوش بالمستحقات ديالهم. كما كتشوفوها الشونسيو كما تيقولو، وحنا مازال هذه هي الحالة. مازال غادي نمشيو الشوارع ديال المدينة اللي غنشوفو هاد الصدمة الكبيرة. يعني المدينة كتغرق في غارقة في الزبولات، وغارقة يعني كارثة بكل المقاييس، كارثة بيئية. قول الله بدات شوية ديال الشتاء، عرفتي واحد الريحة عطات، الله يرزق السلامة. ريحة اللي ما تقدرش تشمها. المدينة ولات كلها فيها الريحة، المدينة كلها خانزة. هاد الناس ما عندهمش الضمير. كل شهر كنعيشو هاد الواقع، كل شهر كنعيشو هاد الواقع. هذا واقع مر. شوف يعني بالله عليكم هاد الحال. شوف وسط ديال المدينة كيفاش. هنا فينا هاد المسؤولين، فينا هاد الناس. تحية لك خويا. كيف تشوف فينا هاد الناس هادو اللي هاد الحالة كارثة بكل المقاييس. كما كتشوفوا يعني كارثة بكل المقاييس، فضيحة. يعني شوف هذه المدينة كلها البركاسات بحال هكا، الله يرزق السلامة. البركاسات ديال سيدي برنور كلهم بحال هكا في هذا الوضع، هذا وضع كارثي. يلاه شوف شوف شوفوا، هذا هو واقع ديال مدينة سيدي برنور في هذا النهار هذا. وراه مازال ديال الإضراب، مازال ديال الإضراب. شوف هذه فضيحة المسؤولين. هنايا أنا هو الدور ديال المنتخبين، بركة من الصراعات السياسية، وبركة من شنو نقول لكم، كلهم مديها في راسو، كلهم مديها في المشاريع ديالو. كيف كتشوفوا هذه الحالة ديال هذه المدينة هذه، راه بزاف 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 بزاف. أنا هذا ناوي بارطاجيو الإخوان، بغيتكم بارطاجيو معنا أكثر هذا اللايف هذا، باش حنا نفضفضوا هذا الشيء اللي كتفضح. كما غنشوفوا حنا مازال غادي تشوفوا حنا هذا الشيء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشوارع كلها مملوءة، يعني قدام بيور هذا، ود الشركة اللي راسي على الصفقة ما كايناش في الوجود. يعني هذا استهتار بالمواطنين، استهتار. شوف شوف استهتار كبير. شوف يعني هذه راه مدينه. اش هاد الحاله؟ هذه الحاله ديال الشوارع ديال مدينه سما. تقش توقف، والله ما تقد توقف هنا. مرحبا. شوف اجي كي غير ما غتشوفوا، انا غادي ناخذوا الراي ديال بعض المواطنين. كما كتشوفوا معنا المتابعين الكرام، هاد الحالة هادي ديال هاد الشيء هذا. شوف يعني هنا استهتار
هذا استهتار استهتار بالساكنه المدينه كلها بحال هكا. يعني سيدي بنور تحولت اكبر مزبله في التاريخ هي مدينه سيدي بنور، اصبحت مزبله تاريخيه. فين كما كتشوفوا يعني هذا استهتار استهتار بالمواطن. نعم شوفوا هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخ سعيد، واش ممكن تقول لنا على هذه الحاله وهذا الوضع الكارثي ديال النظافه وهذا الزواج؟ وعليكم السلام ورحمه الله اخ زهير. هذه الحاله خويا كنعيشوها تقريبا كل شهر، كل شهر كنعيشوا هاد الحاله، ثلاث ايام اربع ايام في الشهر كنعيشوا هاد الزبل بحال هكا. سيدي بنور كامل تقريبا كيعاني هاد المشكل كامل، من ناحيه من ناحيه الماده ديال الناس ما كيتخلصوش، هادشي اللي بان لي اللي عندنا فيه الشك. كيفاش كتشوفوا هاد الشيء؟ ما كنشوفوا من الناس بغينا هما يشوفوا، حنا كنشوفوا تكرفصنا مكرفصين، هذاك الشيء كيوصل حتى للدار، ونطلبوا من الله هما يخلصهم، نطلبوا من الله هما يشوفوا من حالنا ويشوفوا من حالهم هما. هادشي راه كيعانيو الناس الخدامه ديما كيعانيو، كل شهر كيعانيو ثلاث ايام اربع ايام، حنا كنعانيو بحال هكا. كنشوفوا المدينه كلها بحال هكا. والمدينه خويا راه كلها بحال هكا، والناس كبار في روسهم بحال هكا، والناس كيدوزوا، ولكن ما عرفتش اش كينتظروا، اش كينتظروا كل شهر ثلاث ايام اربع ايام كنتظروا حنا هاد الحاله. وتحياتي خويا زهير، تحياتي لك. كما كتشوف شوف احد الساكنين. السلام عليكم. عليكم السلام خويا. حنا جاتكم الحي ديالكم بعد الساكنه اش تقول على هذه الحاله هذه؟ واش نقول لك اخويا زهير، والله الا واحد ثلاث ايام ولا اربع ايام وحنا كنعانيو من هذه الرائحه هذه، وراك عارف هذه الريحه كريهه جدا جدا. ما فهمتش انا الناس اخويا، واش كيقول لك شي كيقول لك ما مخلصين، شي كيقول لك راه مخلصين، كله واش كيقول لك اخويا، ما عرفناش شنو السبب. وحق الله اخويا زهير الله يدير التاول ديال الخير. كيفاش كتشوف هذا؟ واش غادي نقول لك، راه الريحه اللي كنشمو شنو هذاك الشيء اللي غنقول لك، راه انت كتشوف فيه اخويا زهير. انت صور مزيان اخويا زهير، انت اخويا زهير ها واحد السيد مول الدار شي هو. لا 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 الله خويا عبد الطيب. السلام عليكم. بخير صح لاباس؟ والله ما عرفت هاد الناس، هاد الناس ما عرفت فيهم والو قدام الدار، والله العظيم لا حدا الدار كاع، ما فهمت الريحه تدخل كل شيء تيدخل، فهمتي؟ والله لا حشومه كاع، والله والله لا حشومه كاع. فهمتي بزاف كاع، جا حدا الشرجم كاع. انت شوف الشرجم ها الدار ها هي، شوف شوف الدبان، شوف 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 الدبان، شوف السكن ديال السيد هذا. لا حشومه هاد الدبان، شوف ثلاث ايام ربع ايام في الشهر، والله لا حشومه كاع والله العظيم. كما كتشوف دائما المتابعين عبر قناه شوف تي في، ان مدينه سيدي بنور اللي كتعيش على هذا الواقع هذا. شوف شوف يعني بنادم راه ما عندوش في لوح الزبل، شوف شوف يعني ما كاينش ما كاينش يعني كل شيء كل شيء الله يرزق السلامه. المدينه تحولت لاكبر من زباله يعني. اجا كما كتشوفوا يعني هذا وضع كارثي اللي كيعيشوه الناس في مدينه سيدي بنور. غادي نمشيو في جوله في بعض الشوارع اللي غادي نشوفوا اللي اكثر من هذا الشيء. يعني هذا رمضان والشهر الشهر مبارك، وكنعيشوا هاد المأساة حقيقية. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشوارع كلها مملوءة بالأزبال. دائما المتابعين الكرام مباشرة من مدينة سيدي بنور اللي كتعيش أكبر مزبلة في التاريخ ديالها. هنا غياب تام المسؤولين المجلس الجماعي. هنا كنطالبوا من عامل صاحب جلالة باش يتدخل، لأن ثمرات يتدخل باش يصرفوا الاجور ديال الموظفين ديال العمال النظافه. لكن انا اللي حنا اللي ما فهمناش هادشي كيفاش، واش هاد الشركه واش هاد الشركه ما بغاتش دير حل هادشي. المجلس البلدي ما عرفناش شنو الهدف ديالو. المدينه كتغرق في الازبال، لا حياه لمن تنادي. يعني بعض المنتخب اللي يلاه دوا
في الحملات السياسيه والحملات الانتخابيه. انا استاذ خالد الحملات الانتخابيه ديالهم والحملات السياسيه وتوزيع القفات وتوزيع الخوى الخاوي ومخلين ناسين الشأن المحلي. هنا غنتساءل ما هي حصيلتكم ايها المجلس البلدي؟ هنا السؤال مطروح، ما هي حصيله المجلس الجماعي لمدينه سيدي بن نور؟ ما هي الحصيله؟ سلام خويا بخير، ما هي حصيله المجلس الجماعي في سيدي بن نور؟ كله في يداه، كله يداه في شغله، اللي يداه في البنين، اللي يداه في السكن، اللي يداه في المشاريع ديالهم، ومخلي المدينه كتكرفص. هذا عيب وعار، عيب وعار، عيب وعار، عيب وعار. هادشي اللي كيوقع داخل مدينه سيدي بن نور. شوف يعني حنا تنقلوا الواقع، شوف الواقع كي داير. شوف يعني شوف شوف مازال مازال غادي السلام بخير. حنا مازالين غادي ناخذكم في الجوله باش تشوفوا اش واقع في المدينه. الزبل في كل بلاصه، كارثه كارثه بيئيه عظمى تقع بمدينه سيدي بن نور وخصوصا وسط المدينه. شوف شوفوا الزبولات هنايا في الشوارع، شوف عزبه كاين لا كاميول يديك لا خليك حتى واحد ما خدام كلشي. شوف يعني شوف هاو الزبال في جميع الشوارع، الزبال متراكمه في جميع الشوارع، وهذا عار. الحصيله هي تراكم الزبال، هذه الحصيله، هذه الحصيله. هنا عوض ان نهضروا فينا كما كتشوفوا حنا ناخذوا الاراء ديال الساكنه وناخذوا الاراء ديال المواطنين، الناس اللي كيعانيو في الصمت على هادشي ديال الازبال. الناس الساكنه متضرره 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 بزاف 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 بزاف. يعني حنا كنبقاو معكم بهذه الجوله من اجل اش ديال الازبال، واش اللي واقع راه كارثه عظمى. في هذه المدينه هذه فينا حنا غادي نشوفوه. حنا كما كنعيشوا معكم هذه الاجواء زعما، لان جا عندنا احد المواطنين اللي باغي يعبر على الراي ديالو، اللي باغي السخط ديالو في هذا الموضوع هذا. احنا دائما متابعينا الكرام عبر قناه شوف تيفي قناه الشعب اللي كنوصلوا الصوت ديال المواطن والصوت ديال المستضعفين. يعني اين هي حصيله المجلس الجماعي من هذا الشيء كامل؟ الحصيله ديالو هي ان تمت الصفقه مبالغ خياليه لشركه ديال النظافه. يعني هاد المبالغ هذه، ولكن فين هي؟ هذا الشيء، هذه هي الحصيله. شوفوا شوف يعني شوفوا الحصيله ديال الازبال. يعني هنايا كنشوفوا السلام عليكم خويا. الناس صايمه، الناس صايمه خويا، واش نشموا هاد الريحه هادي؟ ماشي حشومه عليك الزبال وفعيل موال. كان اجتماع باش يفاريو هادشي هذا وما فاريو حتى حاجه. وانتم كما كتشوفوا خويا شوفوا صغير، عندي وليد صغير طرابيا ولا فيه الحبوب. اصاحبي دابا نشموا هادشي ولا نفطروا في ديورنا مع عائلتنا ولا شي حاجه. اجيو من العوب اجيو هاد البركاصه عندك الصغار. لا حيد 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 خويا اش غادي نقول لك؟ هذا الوضع هذا ما كيعجب حتى شي واحد اخويا. اي شركه كتجي جديده كتجمع العاقه وكتقفط بحال هكا،
كتخلي الناس خدامه ما مخلصينش. حتى واحد ما غيجمع لك الزبل، بنادم ما مخلصش ما غنجمعش لك الزبل. حتى عينو مع الزبل تما. وراه الدار فينا يا خويا، راه تطلع الريحه حتى للدار. ناموس دبان زبل. خويا الله يدير شي شاوي ندير الخير وصافي. الدولة عندنا راه ناقصة شوية، حنا ما كرهناش الغيرة ومنا ولا يقلبوا يبدلوا علينا كاع. كما كتشوفوا معنا. خويا والله إلا مدارين بزاف، والله شو دارنا فين والزبل فين، شوف فين دارنا فين كاينة وشو الزبل فين مليوح، ما فعلنا ما والو أخويا. شوف بركاس اللي عاد تزيد شوية لقدام أخويا تلقى البراكس، كثرة ما عمرو البراكس ولا بنادم كيخوي من وسط الشارع. يلا وشناهو هادشي، حنا مضطرين بزاف. انا كنطالبوا من المسؤولين الكبار يتفاهموا معنا ويجيو يديروا لنا حل هادشي هذا اخويا. هادشي اللي غنقول لك اخويا. كما كتابعوا معنا دائما المتابعين ديالنا، لا توجه بلاتي، كما كتابعوا معنا حنا دائما في هاد الجوله عبر قناه شوف تي في. غادي نكملوا الجوله ديالنا، كنتمنوا ان يتبارطاجا هاد المباشر هذا، بارطاجيو الخوت، بارطاجيو باش هاد الفضيحة ديال الزبل حشومة وعار. يعني من العيب ومن العار أن المدينة كتعيش وضع كارثي بكل المقاييس. عرفتي إلى أي شارع كتدخل إلا هو الخنز، فين ما دخلتي تلقى الخنز، فين ما دخلتي تلقى الخنز، فين ما دخلتي تلقى الخنز. هادشي استهتار والله العظيم، استهتار لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هادشي اللي ما كنتمناوش لهاد المدينة ديالنا، المدينة ديالنا السعيدة اللي كضرب لنا النفس عليها. حنا كنسكتو حتى كنعياو وكنهضرو. أنا من المتابعين ديالنا عبر قناة شوف تي في اللي كنبقاو معاكم الآن في هذه الجولة، اللي كنشوفوا الوضع الكارثي ديال هذه الشركة ديال النظافة كل شهر. يعني هذا راه ماشي أول شهر، هذا راه منذ مدة، وإلا وأن كل ولد الشهر كتلقى هاد الفضيحة، كل ولد الشر كتلقى هاد الفضيحة، كل ولد الشر كتلقى هاد الفضيحة. علاش؟ الله أعلم. سمع. يعني ما كينش اللي غير هاد، يعني بقى غير الساكنين يهزوا زبلهم ويدوه للبلدية. هادشي راه عيب وعار، عيب وعار على المجلس. عيب وعار. شوف شوف انت يعني ولات تطير بقر هنايا مع الشاشة. شوف الكارثة، شوف 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 يعني مستنقع، يعني خطير جدا ما يقع هنا، خطير جدا كما كتشوفوا. يعني وضع بيئي خطير. شوف 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 يعني كما يقول الطيور على اشكالها تقع، والنفايات على اشكالها تقع هنا. حنا غادي نزيدو ثاني نشوفوها. يعني راه مازال عاطية، طيب مازال غادي تشوفوا اكثر من هذا الشيء. يعني حتى في الاحياء، جميع الأحياء عامرة، جميع شوف ها. يعني شوف كنتمنى من إخواني بارطاجيو معنا، بارطاجيو الله يخليكم. بغينا هاد الشيء وصل كما كتشوفوا. يعني شوف
شوف فضيحة، عيب وعار على مد على ممكن تشوفوها يعني. شوف يعني مرحبا ممكن تشوفوا يعني هذا استهتار يعني استهتار بالمدينة، مدينة المنكوبة، المدينة المنسية. هنا أتساءل ما هي حصيلة المجلس الجماعي في هذه الولاية، سوى أنه دار أكبر مزبلة في التاريخ يعني لكل حي مزبلة، يعني سيشهد التاريخ أنهم داروا لكل حي مزبلة. يعني هذا هو الجميل في الأمر، أن كل حي في مزبلة ديالو تبارك الله. يعني سعيد الأمر الجميل كما قلنا، الإضافة التي دار هذا المجلس خلال الولاية ديالو هو كل حي دار لي مزبلة ديالو، هذا هو الجميل في الأمر. جميل جدا. ها هي واحدة أخرى. يعني أنا كنتمنى من المجلس أنه يحيي الزبالة الكبيرة، مطرح النفايات ما عندنا ما نديرو به، هذا هو مطرح النفايات، هو هذا. كما كتشوفوا معنا دائما كتشوفوها هي الفضيحة، هذه هي فضيحة لكل حي مزبلة. دائما متابعينا الكرام عبر قناة شوف تي في، قناة الشاب اللي كما كتشوفوا يعني هذه هي فضيحة المجلس الجماعي لسيدي بن عمر. هذا يعني تأهيل مدينة سيدي بن عمر مزبلة لكل حي. لا حول ولا قوة إلا بالله. هنايا اللي كنناشدو غاديين على بركة الله غاديين نتحركو. دائما متابعينا الكرام عبر قناة شوف تي في، قناة الشاب، سنغلقكم من قلب مدينة سيدي بن عمر. أنا خويا شفت مباشرة؟ إيه. كنقولكم احنا حداها خويا، احنا حدا الحافظي. تحياتي لحظه. يعني شوف يعني الفضيحه الكبرى هي يعني هكذا حي ربام، هذا حي لبام. يعني شوف
هذا هو حي لبام يعني. شوف الكارثه كي دايره حتى الناس التجار ولا كل شيء يعني كل شيء بضرور كل شيء كل شيء الناس متضره هنايا. هذا راه عيب وعار يعني المنطقه اللي معروفه هنايا في لبام. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شوف هنا السؤال مطروح، من يتحمل المسؤوليه، المجلس ام الشركه؟ المجلس ام الشركه هما اللي كيتحملوا المسؤوليه. من هنا من امام هذا المنظر المبشع نضرب لكم موعد اخر والى اللقاء.